زلزال نورماندي في جادة الملك سلمان. عندما اشترك الملك سلمان في الكتيبة السعودية فهذا بيأكد هذا التلاحم التاريخي. التفاعل ضريبة على القيمة المضافة للفساد. إناء مؤتمر سادرا وباريس 4 ينضح بما فيه. وأنه قد تستعمل هذه الأموال لحملات انتخابية وبذلك تصير الحملات غير مشروعة أو يصير في زعبرة مثل ما بيقولوا. الشيخ سعد يعد بمئات آلاف الوظائف إنما للنازحين. ما ننسى أنه مش كل هال 900,000 رح يكونوا لبنانيين. بعد التهديدات العدو ينتظر كلمة سيد المقاومة بفارغ الرعب. العدو في حال اندلعت الحرب يعرف أن الحرب المقبلة قد تشكل تهديدا وجوديا لهذا الكيان. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية. من علاقة الخريف المشحون بين السعودية ولبنان ومرحلة خطف الأنفاس إلى زمن الربيع السعودي عند الواجهة البحرية لبيروت، نزلت المملكة على شاطئ النورماندي مكرمة برفع اسم ملكها على شارع كان يعرف بالزيتونة. وعلى ردم بيروت الحرب، بيروت القديمة، سجل اسم الملك سلمان عند منطقة ميناء الحصن في سابقة هي الأولى في تاريخ العاصمة، بحضور سياسي حاشد تقدمه رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب وليد جملاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وبافتتاح الجادة بدأنا العلاقة جادة بين بلدين تناولا التوتر الذي أعقب احتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري في الرياض. وقد أكد هذا المسار القائم بالأعمال السعودي الوزير المفوض وليد البخاري الذي أعلن من حفل الافتتاح أن العلاقات السعودية اللبنانية راسخة وستبقى كالأرز متجذرة وصلبة وثابتة كما هي على مر العصور. وبالنسبة إلى وليد جملاط فإن تدشين جادة الملك سلمان بن عبد العزيز في بيروت هو فاتحة خير، إذ قال للجديد إن نضال الملك سلمان في الكتيبة السعودية إلى جانب الجيش المصري لرد عدوان 56 يؤكد التلاحم التاريخي مع بيروت المقاومة الوطنية والتلاحم الفلسطيني، وهذا تاريخي على الأقل. وكان لافتا أن جملاط اختار المرور إلى الحفل من طريق غير نافذ يؤدي إلى مكب للنفايات، لكنه أصر على الاستطلاع والسير قدما. والحفل كان أيضا مناسبة للتلاحم بين الحريري وجعجع الذي لم تمنعه ظروف أمنية من التغيب عن هذه المناسبة كما حدث في ذكرى 14 من شباط، فيما أكد رئيس الحكومة أن ما يجمع لبنان بالمملكة تاريخ لا ينكسر مهما سعوا إلى ذلك سبيلا. وبعد التدشين والعلاقات التي نفضت عنها غبار الخطف، تستعد الحكومة ورئيسها لمرحلة سيدر واحد مسبوقة بتسجيل صوتي لمدقق مؤتمرات باريس الذي رأى أن تغيير الاسم من مؤتمر باريس إلى سيدر يعني فشل المؤتمرات الثلاثة، مشيرا إلى التوقيت المشتبه فيه لهذا المؤتمر قبل الانتخابات البرلمانية ببضعة أسابيع. ومن دون حاجة إلى مدققين، الجديد تعاين مبنى الضريبة على القيمة المضافة. هذا المبنى الذي أقر رفع تفاعل استجابة لطلب مؤتمر باريس واحد هو نفسه من يشهد على التهرب الضريبي شكلا ومضمونا وبالجرم المشهود. موظفون يدخلونه من الباب ويخرجون من المرآب، والمتابعة خلال النشرة. إذن افتتاح جادة سلمان بن عبد العزيز عند واجهة بيروت البحرية حيث اجتمع من جديد حلفاء السعودية. لبست واجهة بيروت البحرية الهوية السعودية تمهيدا لحفل تدشين جادة الملك سلمان بن عبد العزيز برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري
أقيم الحفل. أما الدعوة فوجهت من قبل القائم بالأعمال في السفارة السعودية لدى لبنان وليد البخاري، ومن مر بفترة قطيعة مع السعودية لبى الدعوة سريعا بعد زيارة كسر الجليد. مضى هذا الأمر، لماذا سنفتح تاريخ؟ خلاص خلينا نفتح صفحة جديدة يلا. ما أن ظن المحتفلون أن النصاب اكتمل لبدء الحفل حتى وصل على وقع النشيد السعودي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. عندها اكتمل نصاب حلفاء السعودية وبدأت الكلمات. لقد كانت المملكة العربية السعودية ولا تزال وستبقى بإذن الله وبتوجيه من القيادة الرشيدة ضنينة على سلامة لبنان وأمنه واستقراره والمحافظة على وحدته الوطنية ووحدة أبنائه بكل أطيافهم ومذاهبهم. بعون الله تعالى العلاقات السعودية اللبنانية راسخة وستبقى كالأرز متجذرة صلبة وثابتة كما هي على مر العصور. بين لبنان والسعودية تاريخ لن ينكسر مهما سعوا إلى ذلك سبيلا، وهذه الأمسية البيروتية هي رسالة واضحة بأن عروبة لبنان تتقدم على كل الولاءات والمحاور والمعادلات، وفاء للمملكة وقيادتها وتقديرا لدورها في مساندة لبنان. يسعدني باسمكم جميعا أن أعلن افتتاح جادة الملك سلمان بن عبد العزيز هنا على واجهة البحرية لمدينة بيروت. إن كان متوقعا غياب اللواء أشرف ريفي فقد كان مفاجئا حضور بعض السياسيين من الصف الأول، خصوصا من تعذر عليه المشاركة بمناسبة وطنية تتقدم على حفل تدشين بصرف النظر عن خلفياته. رئيس حزب القوات اللبنانية شفناه ما شارك ب 14 أذار وقيل إنه 14 طبعا وقيل إنه لأسباب أمنية، اليوم لم يتعذر حضوره. حلو سؤال ذكي، بس كمان الأمن متوفر يعني اليوم لأنه أبلغ بالطريقة اللي كل الديسبوزيتيف الأمني مأمن للحماية ولبى الدعوة على هالأساس. فليس يعني كمان ما في مشكل لا مع الشيخ سعد ولا الموضوع موضوع مقارنة بين حفل سابق وحفل لاحق يعني. ولكن لما كان هذاك يعني لما له من أهمية كمان 14 شباط ولم يحضر، وكنا كلنا بنعرف إنه في فتور بينه وبين رئيس. صحيح كان في فتور واشتغلنا عليه كتير وهذا الملف إذا بتتذكري، وبإذن الله ختمناه بشكل مناسب. أكيد غيمة صيف كانت ومرأة. انتهى حفل الساعة الواحدة، غادر المشاركون وحدها، بقيت واجهة بيروت البحرية بحلتها السعودية الجديدة. كيف لا وما فرقته الانتخابات جمعته السعودية. ليال سعد، قناة الجديد. وعقب الانتهاء من مراسم الاحتفال عقدت خلوة ضمت المستشار في الديوان الملكي نزار العلولة والقائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري مع الرئيس سعد الحريري، ومن ثم انضم كل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس اللقاء الديمقراطي نائب وليد جملاط، وذلك على هامش العشاء الذي أقامته السفارة السعودية في فندق فينيسيا. الجديد تكشف بالصورة فسادا في دائرة رسمية وتضعه برسم المعنيين. ما العلاقة بين دخول الرئيس سعد الحريري مؤتمر سادر واحد ودخول هذا الموظف مكان عمله؟ قد يبدو المشهد عاديا، موظفون في دائرة رسمية يسارعون لدخول مكاتبهم خدمة للناس، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما. هي فضيحة تجري في مبنى الدائرة الأكثر كرها من اللبنانيين، مبنى الضريبة على القيمة المضافة المعروفة بالTVA في منطقة العدلية. فبعد رصد دام أكثر من شهر وثقنا بالصورة كيف يهرب الموظفون من دوامهم، يحضرون في الصباح ويسجلون دخولهم ثم يخرجون من الباب الرئيس ويغيبون طوال النهار والحسابة بتحسب، ثم يعودون في الساعة السادسة مساءً.
وبسبب منع الدخول من الباب الرئيس بعد الساعة الرابعة ينتظرون خروج إحدى السيارات من المرأب الخلفي، بحيث يفتح الباب فيدخلون مكاتبهم ويسجلون خروجهم مع ساعات عمل إضافية، ثم يغادرون من الباب الرئيس بهدوء من دون ملاحظة أحد. تبعنا أحد الهاربين من عملهم، دخلنا المرأب وجلنا في أنحاء المبنى، ثم خرجنا من الباب الرئيس تماما كما يفعلون من دون ملاحظة أحد. بصفتها الوصية على هذه الدائرة وضعنا الملف في عهدة وزارة المال. إنه شيء مؤسف جدا، لأنه هيدا دليل واضحة على المستوى الأخلاقي اللي وصلنا عليه بالبلد وبالدولة. أول شيء في الرئيس المباشر موجود، هل عم بيشرف هل ما عم بيشرف. الشغلة الثانية هي القوى الأمنية اللي بتحرس المبنى لما بيكون الكل فلوا، لأنه الأرجح أنه الناس عم بيرجعوا بوقت مأخر ليستفيدوا من مع الأسف ساعات إضافية ما عم بيعملوها. حالات من هالنوع بتصير، في 5000 موظف أو عامل بالفاتورة أو على الساعة بوزارة المالية، ومع الأسف مثل ما كنا عم نحكي في عدد منهم مش معتبر انه هيدي مؤسسة لازم يحترمها لانه بيشتغل فيها ولانه هي عم تتمول بالنهاية من مصريات الشعب. فيكم تكونوا مرتاحين انه يلي شفناه رح يتابع ورح يتاخد فيه الاجراءات اللي لازمة بعد التحقيق اللازم. في عام 2002 قبل مؤتمر باريس 2 اشترطت الدول المانحة ان ترفع الدولة اللبنانية ايراداتها، فاقرت التيفي آ وانشئ هذا المبنى الضخم الذي يضم المئات من الموظفين. فهل تخدع الحكومة اللبنانية الدول المانحة في المؤتمر المقبل كما خدع موظفو التيفي آ رؤسائهم؟ النازحون المستفيدون الأوائل من وعود الرئيس سعد الحريري بآلاف الوظائف. موضوع باريس يعني بس فقط لفرص العمل، هيعطينا بكل هالمشاريع إن شاء الله اللي بدنا ننفذها فوق 900,000 وظيفة فرصة عمل. أثار كلام رئيس الحكومة سعد الحريري عن 900,000 فرصة عمل بلبلة في الشارع اللبناني، ووضعه عدد كبير من المعلقين في إطار الكلام المبالغ فيه الذي يأتي في سياق الوعود الانتخابية. كلام الانتخابات تمحوه 7 أيار بعد الانتخابات. شو 900,000 وظيفة؟ انه يعني معلش طب ما يعني حكونا على قد الامكانيه اللي نصدقها. سر هذا الرقم الفضفاض وجدناه لدى وزير الاقتصاد رائد خوري، الذي كشف ان فرص العمل هذه اذا ما جرى توفيرها في قطاع البنى التحتيه واذا ما حقق لبنان اهدافه في مؤتمر سيدر لن تكون للبنانيين فقط، بل سيكون للنازحين السوريين فيها حصه الاسد. اذا قدرنا نحصل على المبالغ يلي حابين نحصل عليهم طبعا رح نخلق عدد كبير من الوظائف. هلا 900,000 او اقل او اكثر ما عندي قدام الفكره يعني بالتحديد، وبعدين مش كلهم رح يكونوا لبنانيه، لانه بتعرفي في هول المشاريع بالبنى التحتيه جزء اداره بيكونوا اكثريتهم لبنانيه وجزء عمال بيكونوا اجانب. حتى لو كانوا 200,000 أما 300,000 لبناني بنكون نحن عملنا خطوة نوعية. هل من شروط الدول المانحة أنه ما يكونوا بس لبنانيين؟ هلا هن عم يطمحوا يعني جزء من قرارهم بمساعدة لبنان هو لأنه في نازحين سوريين، وهذا شيء عم بيقولوه. هلا ما في نحن ارتباط عضوي أما التزام من ناحية لبنان أنه إذا اعطيتونا هالمبالغ رح نوظف هذا العدد من النازحين السوريين. نحن لبنان رافضين يكون عنا نربطهم بالتزام واضح بهذا الموضوع، لأنه لبنان بكل الأحوال بحاجة لهالبنى التحتية، وهو عم يستضيف النازحين السوريين وهن عم يشتغلوا بلبنان بكل القطاعات. واليوم هل يدرك المطالبون بعودة النازحين إلى بلادهم في أقرب فرصة أن وعود الشيخ سعد بمئات آلاف فرص العمل كانت في أغلبها موجهة إلى النازحين، وأنهم لن يستطيعوا النهوض باقتصاد لبنان وتنفيذ المشاريع التي سيعرضونها في مؤتمر سيدر من دون اليد العاملة النازحة؟ حليمة طبيعة، قناة الجديد. على بعد أيام من مؤتمر سيدر تسجيل صوتي مسرب نصب إلى مدقق في المؤتمر يهز الثقة بتحقيق الهدف. استطاع لبنان أن ينجز موازنته ويخفض نفقات وزاراته، آملا أن يقنع المجتمع الدولي بالاستثمار فيه
وأن يدعمه اقتصاديا بعدما دعمه سياسيا. إلا أن تسريبا صوتيا نسب إلى أحد المدققين في مؤتمر سادر أتى ليزعزع الثقة بذلك. التسجيل وصل إلى إحدى المجموعات عبر تطبيق واتساب، ترجم إلى العربية ونشر ليشكل فضيحة قبل أيام من المؤتمر المنتظر. شخص عم بيقول البانل يعني هي لجنة المحادثة أو لجنة اللي عم بتقدم نقاش، فإذا في لجنة عم بتقدم نقاش أكيد هو موجود بقاعة مغلقة. وطبعا بالفيديو اذا بتسمع بالهيدسيت بتسمعي انه في رياكشن من العالم، في ردات فعل من العالم، ان كان صوت شهيق على كلمات آسيا قالت بالموضوع او كان في صوت حدا جاي عم يزقف ووقف وفي صدى، فهذا الشيء بيقول لك انه عم بيصير بالقاعه. ومن كمان سياق الحديث تبع الشخص يلي عم صوته مسجل نقدر نشوف انه هذا جزء من المؤتمر يلي عم بيصير بسادر. المدقق راى ان تغيير الاسم من مؤتمر باريس الى سادر يعني فشل المؤتمرات الثلاثه، مشيرا إلى التوقيت المشتبه فيه لهذا المؤتمر قبل الانتخابات البرلمانية ببضعة أسابيع. فرنسا ممكن تتهم بالفساد إذا ساعدت بإعطاء هذه الدولة مبالغ من الأموال علما أنهن عارفين في فساد، وعلما أهم شيء أنه عارفين البلد فات على انتخابات وأنه قد تستعمل هذه الأموال لحملات انتخابية وبذلك تصير الحملات غير مشروعة أو يصير في زعبرة مثل ما بيقولوا. ولم يخفى في التسجيل إدراك البنك الدولي تقاعس السلطات اللبنانية عن معالجة الفساد وخفض الدين العام، فشبه البنك لبنان بمصاب بالسرطان أو بمدمن الكحول الذي يعد الجميع بأنه سيتوقف غدا. وتقارير البنك الدولي حول الناتج المحلي الإجمالي توضح التراجع في النمو الاقتصادي. ومن سنة 92 لحد 2016 اللي هو آخر شيء موجود بالداتا عنا 2% بس. المدقق الذي لم تكشف هويته بعد ذكر مزاريب هدر تتغاضى عنها الدولة اللبنانية كالجمارك وتحصيل الضرائب المنظم الذي يدخل إلى خزينة الدولة من 6 إلى 8 مليار دولار سنويا، ناصحا الدولة اللبنانية بالمضي في الإصلاحات الإدارية بدلا من ترجي فرنسا لإعطائه أموالا، فلهذا البلد الصغير 30 وزيرا فيما لا يتخطى عدد وزراء روسيا 9. وباسم البنك الدولي قال المدقق: لا أعتقد أنه يحق للبنان أن يطلب المساعدة، فديونه لن يتمكن من تسديدها أحفاد أحفاد اللبنانيين، هذا إن تمكن الاقتصاد اللبناني من النمو بعشرة في المئة سنويا حتى آخر الزمان، وهذا مستحيل. جوال الحاج موسى، قناة الجديد. تهويل ووعيد إسرائيلي بحرب على لبنان والرد في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من الجنوب. المصدر موقع لم يسمع به كثير من اللبنانيين قبل آخر آذار الماضي، ففي 30 منه نشر الموقع مقابلة مع رئيس أركان العدو غادي أيزنكوت يتوقع فيه نشوب حرب كبيرة في العام الأخير من ولايته، أي في عام 2018. كلام أيزنكوت ليس ككلام غيره، فدور الرجل يثبت مدى جدية العدو، إذ إن رئيس الأركان يؤدي دور حلقة الوصل بين القيادة العليا للجيش ووزير الجيش والحكومة، إضافة إلى حضوره معظم جلسات الكابينت وهي المجلس الوزاري المصغر، ولمشورته أهمية بالغة في قرارات الحكومة. خطابه كان موجه بالدرجة الأولى للجمهور الإسرائيلي من بعد فشل ما كانت تبشر به المؤسسة الحاكمة بإسرائيل طوال السنين اللي مرقت، عن مرحلة عن رهانات ما بعد إسقاط الدولة السورية وإسقاط النظام السوري وإسقاط سوريا. يذهب أيزنكوت أبعد من ذلك ليحدد أن الخطر العسكري الأكبر على إسرائيل يأتي من الجبهة الشمالية، متمثلا في مثلث إيران سوريا لبنان، ومعتبرا أن حزب الله يعيش أزمة عدد بعد الحرب السورية. المقاومة تتعامل مع التهديد الإسرائيلي بصفته تهديد راهن ويومي وجدي، ويمكن أن ينتقل في أي لحظة من الاحتمال إلى حيز التنفيذ. يهدد رئيس الأركان الصهيوني بإشراك عشرات الكتائب في الحرب المقبلة على حزب الله بالتنسيق مع سلاح الجو والاستخبارات العسكرية وسلاح البحر. خلال السنين اللي مرقت المقاومة في لبنان تحديدا كانت تعاظم قوتها على كافة المستويات، تسليحيا بالصواريخ، بنوعية الصواريخ، بكمية الصواريخ، بالتدريب
بتحويل قوتها المقاتلة من العقيدة الدفاعية إلى العقيدة الهجومية، دربت كافة التشكيلات القتالية ساحة حرب حقيقية. الإسرائيلي صح ما بيقدر يتحمل أنه مسار تعاظم قوة المقاومة يكمل بهذا المستوى، المستوى التصاعدي، ولكن قد لا يكون لديه أي خيار سوى الانتظار والاعتماد على أساليب أخرى لمواجهة المقاومة غير الحرب. العدو في حال اندلعت الحرب هو يعرف ليس حصرا الثمن الذي سيدفعه، ولكن يعرف أن الحرب المقبلة قد تشكل تهديدا وجوديا لهذا الكيان. المشهد اللي شفناه بحارة حراك بمربع الشورى بسنة 2006 والمشهد اللي شفناه ببنت جبال سنشهد مثله بكل تل أبيب وبكل ضواحي تل أبيب. وعن تدخل إيران في أي حرب على حزب الله يقلل أيزنكوت من هذا الاحتمال. إسرائيلي يعرف أنه نحن انتقلنا بال2011 من وجود رمزي للقوات الإيرانية في سوريا إلى وجود جدي للغاية. كسر الحدود الذي اعتمده أعداء سوريا في السنوات التي مرت كمان تم تحويله من تهديد إلى فرصة. اليوم الحدود مفتوحة من لبنان إلى أفغانستان، مش من لبنان إلى إيران حصرا. في استعداد عند قوى أخرى بالعالم، قوى ثورية للمشاركة بأي حرب مقبلة. فالأمر لن يقتصر على إيران إذا احتجنا لتدخل إيراني في حال وقعت الحرب. 12 سنة مضت على أول هزيمة مني بها العدو في تاريخه. 12 سنة لم يتوقف فيها التهديد والوعيد والاستعراض والمناورة. ورد المقاومة الأبرز عمل صامت دوى صداه في أرجاء سوريا. أما الرد المباشر فيبقى في خلال الكلمة المرتقبة لسيد المقاومة من قلب الجنوب، كلمة ينتظرها العدو بفارغ الرعب. حسان الرفاعي، قناة الجديد. التياران الأزرق والبرتقالي سيدا خلط الألوان الانتخابية والإخراج النهائي لها في تأليف الحكومة المقبلة. اختلط الحابل بالنابل في خريطة التحالفات الانتخابية، وأطاح التهافت على حصد المقاعد كل الحسابات السياسية. وهكذا اختفى الصراع بين 18 من آذار والفضل للقانون الجديد. ولعل التيار الوطني الحر والمستقبل خير مثال على الخلطة الجديدة. تحالفا في بيروت الأولى وافترقا في الثانية، افترقا في بعلبك الهرمل وتحالفا في زحلة، وافترقا في البقاع الغربي، افترقا في صيدا وجزين، وتحالفا في النبطية ومرج عيون وحصبية، افترقا في الشوف وعالي، وتحالفا في صغرتا وبشري والكورة والبترون، وافترقا في عكار وطرابلس. وهكذا لابد من السؤال، ماذا بعد هذه التحالفات؟ يعني ما بعرف كيف بدهم يعملوا خطابهم السياسي للأحزاب بيظل هيك تنوع باللوائح وتنوع بالتحالفات. هلا المنيح بالموضوع انه صار التحالف انتخابي وبطل فيها هودي اثنين كلانز، يعني 8 و14، صارت 8 و14 بهذه الطريقه على الاخير. ويلي انتصر هو اللعبه الهجينه يلي بتجمع كل الاحزاب ضد كل الاحزاب. بس يلي بخوف كيف ما نعمل مجلس نواب، كيف ما نعمل حكومه بعدين. على شاكلة خريطة التحالف الأفقي بين التيار والمستقبل، تركيبة عمودية أعادت خلط أوراق الأقطاب المسيحية. خصوصية دائرة الشمال إنها معركة مسيحية مسيحية، مش كتير مبنية على السياسة. بتتفاجأ أنها مش مبنية على السياسة، يعني بتتفاجأ أنه الشيخ بطرس حرب مع الحزب القومي مع تيار المرضى، التيار الوطني الحر مع ميشيل باك معوض، القوات اللبنانية مع حزب الكتائب. يعني بتشوف خلطة عجيبة بالمعركة. فعلا هو قانون هجين أدخل الأحزاب وربما مؤيديهم في حال انفصام سياسي. فهل نشهد إعادة تموضع جديدة للقوى السياسية، أم كل سيعود إلى قواعده بعد 6 أيار؟ نعيم برجاوي، قناة الجديد. كلام البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بشأن الوضعين الاقتصادي والمالي بين التحذير والتطمين.
من فك البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يحذر مما وصل إليه الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد، على الرغم من تطمينات المراجع الرسمية التي تدحض هذا الكلام المبالغ فيه، على حد قولها قبل أيام قال الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشيل عون في بعبدة: البلد مفلس، هلا عم بقول الرئيس، البلد مفلس، معناتها بحاجة للكل، لضبط المال، لضبط الفساد، وهل بنشوا على المجلس النيابي، هذه مش نزهة ترفيهية، هذه مسؤولية حتى يتحملوا مسؤولية بلد. إلا أن كلام الراعي هذا لم يقف عند حد التوضيح الذي صدر في أعقابه عن المرجعيات الرسمية، إذ ما زال سيد بكركي يواصل دق ناقوس الخطر بقوله في العلن ما يقوله الآخرون في السر، حيث جدد إعلانه أمام السفير الفرنسي بعد قداس اثنين الفصح أن وضعنا الاقتصادي صعب جدا والوضع المالي مقلق، ما يطرح تساؤلات وشكوكا. فما سر إصرار الراعي على ذلك؟ البترك بيعبر عن قلق العالم، بيعبر عن قلقه الشخصي، وما تنسى أنه البترك بيستقبل شخصيات متنوعة، بيكون فكرة عن هالأمور إلى جانب المعطيات يلي بتبقى عنده ويلي بيستقيها من المسؤولين وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية. هلأ ما بقبل أنا يتصور الموضوع وكأنه هنالك تناقض بين كلام البطريرك وما قاله رئيس الجمهورية بقصر أبو عبدة، بالعكس بيكملوا بعضهم. القلق على الوضع الاقتصادي وهذا منه سر. كلام الراعي يتخطى أبعاده المعلنة ليصيب بسهامه المقترعين والمرشحين للانتخابات وفق قليموس. بطريرك عم بصر على هالشي مش تضعيف معنويات الدولة لا بداخليا ولا خارجيا، هالشي موجه للمرشحين على الانتخابات النيابية تيقلن انتو اذا جايين عرفوا شو جايين تعملوا، وتيوجه الناخب كمان. إذن ما بين التحذير والتطمين يقع المواطن أسير الخوف من المقبل، فهل من يصارحه بحقيقة ما يجري؟ محسن المختفي، قناة الجديد. في قصر بعبدة استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري، الذي سلم الرئيس دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المشاركة في القمة العربية المقرر انعقادها في الرياض في 15 من نيسان. بكركي تستقبل القائمة بأعمال السفارة السعودية والرئيس سعد الحريري. على متن طوافة عسكرية زار رئيس الحكومة سعد الحريري الصرح البطريركي في بكركي لتهنئة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بعيد الفصح. وثمن الحريري اللقاء معتبرا أنه دائما يطفي خيرا وبركة. هذا وتطرق الحريري إلى ملفات عدة كان أبرزها العلاقة بين المستقبل والاشتراكي، كما مؤتمر سادر. أنا يعني علاقتي مع وليد باك كلنا بنعرف هذا الشيء، ولكن مش بسبب سعد الحريري، لذلك بهذا الموضوع أنا بتطلع على العلاقة استراتيجية. نحن وليد باك ما حنختلف بالآخر، دولة الرئيس هو بيعرف شو هو بالنسبة لي، وأنا يعني وأنا بعرف شو أنا بالنسبة لي. رح تلتقيه؟ ايه بنلتقي، ما عندي مشكله. نحن نتعمق بالإصلاحات اللي لازم نعملها، مش لو عشان باريس واحد أو باريس اثنين أو سادر. نحن كلبنانيين عندنا شغل على أنفسنا فيما يخص أنه نحن عم نتدين. إيه عم نتدين، بس نحن كيف عم نتدين؟ نحن اليوم حتى نتدين عشان ندفع رواتب نتدين على 5 سنين و7 سنين و10 سنين، صح ولا لا؟ بندفع 7 و10 7 و8 و9% فوائد. نحن عم نجي نتدين عم ناخد 10 سنين أو 5 سنين دون ما ندفع شيء، وعم ندفع فائدة على 1%. وكان قد سبق الحريري إلى بكركي القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري، الذي أشار إلى أن الزيارة بروتوكولية بعد إعادة تكليفه كقائم بالأعمال وللتهنئة بالأعياد. وقال إنها كانت مناسبة لعرض الزيارة التاريخية للبطريرك إلى السعودية وإصدائها الإيجابية. بعد الفاصل، لبنان تجاوز الخط الأحمر. أهلا بكم من جديد. المجتمع المدني يعلن لائحة كلنا وطني في دائرة بيروت الأولى بمهرجان حاشد.
المجتمع المدني يطلق لائحة كلنا وطني في دائرة بيروت الأولى. كلمات المرشحين صبت على الدعوة إلى اختيار وجه آخر لبيروت، طارحين برنامج اللائحة الانتخابي. كل أب خسر شغله، كل بنت بتخاف تمشي على الطريق خوف حدا يتعدى عليها، أو شاب ما عنده فرصة عمل، كل مواطن بهالمدينة وبهالبلد بده يعيش بدولة تحترم كرامته. هيدي الدولة المدنية اللي اشتغلنا عليها هي اللي وحدتنا، وحدتنا ضمن تحالف حكيت عنه دارين كلنا وطني، تحالف بتسع دوائر بكل لبنان، وحدتنا مع بعضنا لأنه هيدي الدولة المدنية هي الدولة المدنية اللي بتساوي بين كل المواطنين، مثل ما قالت مثل ما جزى بمقدمة الدستور بالفقرة جيم. كل دول العالم بتعمل مصالحها، الحق علينا بننتخب ناس مرتهنة، نقي بالنفس الحقيقي بينبع من سياسة الحفاظ على النفس. مين عم بحافظ على شعب لبنان وعلى وحدته وعلى أهله؟ كل سياسة تقسيمية هي سياسة بتضعفنا أكثر وبتجعل افتراسنا أسهل. كل خطاب طائفي هو خطاب بيعمل خنادق إضافية بين اللبنانيين. نحن مواطنين غصب عن الكل، وحقوقنا لازم ناخدها بلا جميلة من حدا. لو نواب ووزراء بيروت قادرين يعملوا شيء كانوا عملوا بالألفين وخمسة، كانوا عملوا بالألفين وتسعة، وكنا شفناهم اليوم بالمهرجانات المليانة شعارات. مش عم بيعدوكن مرة تانية، بل بالعكس عم بخبروكن إنجازاتهم، عم بخبروكن شو عملوا. بعدهم عم بيعدوكن نفس الوعود. انتو اليوم مسؤولين، يا بتنتخبون هن نفسهم يا بتعطوا فرصة لأولادكم ابن يضلوا بهالمدينة. ورأى المرشحون أن هناك فرصة للتغيير، خصوصا أن المجتمع المدني حقق نجاحات في الانتخابات البلدية والانتخابات الطلابية والنقابية، ما يدل على حال الاعتراض والشغف بالتغيير في لبنان. الرئيس نجيب ميقاتي يشارك في لقاء شعبي أقامته لائحة العزم في طرابلس. شارك الرئيس نجيب ميقاتي أعضاء لائحة العزم في لقاء شعبي أقيم في طرابلس. انتقد فيه ميقاتي خصومه قائلا إن كل إنسان يعمل ويتصرف بما تربى عليه. عم نسمع كلام كتير هالأيام، وهالكلام كله ياته عم تصير بنبرة عالية واتهامات من كل الأمكنة. أنا ما بدي أدخل بسجال مع حدا، ولكن بقلكن كل مين بيعطي الاتهام عم يرتد عليه، لأن الحمد لله أنتوا شايفين وإشعين وأنتوا جنبنا. هدفنا نحن بلائحة العزم أنه كمان نكون جنبكم. لائحة العزم معمولة من هالنسيج، معمولة من هالناس، معمولة منكم. هيدا انعكاس لهالمدينة، انعكاس لطرابلس والمنيا والضمية. وألقى المرشح على المقعد السني على لائحة العزم توفيق سلطان كلمة تحدث فيها عن أهمية مدينة طرابلس، منتقدا أداء الدولة تجاه المدينة. اليوم نحن نخوض معركة انتخابات، معركة إعادة القرار الطرابلسي الأصيل. هذا القرار هو المقدمة إلى استعادة طرابلس دورها على الاقتصادي والتجاري. لن تكون طرابلس ملحق، لن تنضم طرابلس إداريا إلى البترول كما يحاولون، ولو جاءوا محافظ مشبوه يضعوه اليوم في خدمة حركتهم الانتخابية. لقد تقدمنا بشكل رسمي، ولكن الدولة تنوب بنفسها، تقف ما بين الحلال والحرام على الحياد مع الأسف الشديد. من 15 سنة وضعت مشروع سوليدير 2. إذا كان قارنا الوسط التجاري لمدينة طرابلس بالوسط التجاري لمدينة بيروت، نحن مميزين بالديتا التراثية، أما بيروت مميزة بخدمات اللي قدموها لسوليدير. وشدد سلطان على ضرورة التكاتف لإيصال لائحة العزم إلى مركز القرار حتى تستطيع أن تتوسع في خدماتها.
إطلاق لائحة التغيير الأكيد في دائرة كسروان جبيل المدعومة من القوات والمستقلين. أقيم حفل إعلان لائحة التغيير الأكيد المدعومة من القوات اللبنانية والمستقلين في دائرة كسروان جبيل بحضور حشد من المعنيين، وتحدث المرشحون عن برنامجهم الانتخابي ومن ضمنهم المرشح زياد حواط. كيف بيقولوا بدنا نكافح الفساد وبدنا نبني دولة القانون طالما في مربعات خارج إطار الدولة وفي مخيمات حدث ولا حرج؟ وين الوهرة لما كلمة اثنين بيختلفوا ببعضهم بيسكروا طريق المطار؟ وين الوهرة بالتعديات على الكهرباء وعلى البيئة وعلى الطبيعة؟ وإذا شي معطر من جبيل وكسروان من هالجرود بيعمل له أي خبرية صغيرة بتلاقي كل أجهزة الدولة طبت وكأنه تغير الكون. الدولة ما فيها إلا علينا، الجحي ما فيه غير على خالته. أما المرشحون فهم شوق الدكاش مرشح القوات اللبنانية، زياد خليفي هاشم مرشح حزب الوطنيين الأحرار، إضافة إلى نعمان مراد وباتريسيا جانلياس وروك أنطوان مهنا، وجميعهم مرشحون عن المقعد الماروني في كسروان. كما تضم اللائحة فادي روحانا صقر وزياد حواط، وهما مرشحان عن المقعد الماروني في جبيل، والدكتور محمود عواد عن المقعد الشيعي في جبيل. النائب سامي الجميل يلتقي مرشحي لائحة قدرة التغيير عن دائرة صيدا جزين. استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل مرشحي لائحة قدرة التغيير عن دائرة صيدا جزين، معتبرا أن المعركة كبيرة في هذه الدائرة. تشرفنا بلقاء الأصدقاء بجزين بمعركة كتير كتير كبيرة بجزين وصيدا، ويلي من خلال هالمعركة رح نعطي لأهلنا بجزين وبصيدا خيار آخر ما يعتبروا أنه الخيارات محدودة. نحن موجودين بهذه المعركة كرمال تنعطي خيار جديد لكل أهل صيدا وجزين، وإن شاء الله أنه بالانتخابات يقدروا أهلنا بهالمنطقة يعبروا عن رأيهم بحرية بعيدا عن ضغط المال والخدمات، ويقدروا من خلال خيارهم يتحرروا من بعض الوصايات اللي موجودة على أهل هذه المنطقة. وأمل الجميل أن تكون النتائج في السادس من أيار مفاجئة للجميع. رأى النائب وائل أبو فعور أن قرار أحد القضاة إدخال المبيدات المسرطنة واستخدامها في السوق قرار مستهجن، داعيا وزيري الصحة والزراعة إلى إهمال هذا القرار وعدم السير به. وشدد أبو فعور على مخاطر المبيدات الزراعية التي حذرت منها منظمتا الفاو والصحة العالمية بعدما سطرت أن لبنان تجاوز الخط الأحمر في معدلات السرطان. المفجع بكل هذه التفسيرات عدم ثبوت ضرر وخطورة المبيدات الزراعية موضوع القرارين، وإذا كان ذلك صحيحا أنها تؤدي إلى مرض السرطان والإجهاض. يعني في قاضي أو قاضية شاف قري، هو عمل طبيب وهو عمل عالم وهو عمل متبحر بالأضرار الصحية والطبية، وأخذ قرار أنه ما ثبت هذا الأمر. طيب إذا القاضي بده يأخذ قرار به هكذا أمور علمية، لكن أنا لازم روح بلش أشتغل حكيم بلش أعمل عمليات. بأي حق في قاضي بيفترض لحاله يكتب نص يقول عدم ثبوت ضرر وخطورة المبيدات الزراعية موضوع القرارين، وإذا كان ذلك صحيحا أنها تؤدي إلى مرض السرطان والإجهاض؟ سيما أنه وزارة الزراعة ووزارة الصحة بيقولوا أنه نتيجة خبرات علمية أنه هذه المواد تؤدي إلى مخاطر على السلامة العامة وعلى الصحة العامة كما بينته دراسات معدة من قبل منظمة الفاو. يعني هلأ الفاو لازم يوقفوا شغله ونجوا على مجلس شورى الدولي يسألوهم شو بيسوى وشو ما بيسوى. فأنا بفترض بهذه الحالة أنه خلي وزير الصحة والزراعة يستقيلوا ويحولوا الملفات على مجلس شورى الدولي، هون يمكن في شيء قاضي أو قاضية عبقري أو عبقرية هونيك ملم بكل شؤون الكون ويحتكر حكمة الكون علميا وهو بيقرر بهذه الأمور. ماذا قال وزير الداخلية عن إعادة التجديد لرئيس مجلس النواب دورة جديدة؟
في خلال زياراته الانتخابية، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن مؤتمر باريس سيعطي مؤشرا ماليا، وفي 3 سنوات ستبدأ النتائج بالظهور. وكلام رئيس الحكومة سعد الحريري عن 900,000 فرصة عمل لا يقصد به إيجادها خلال عام أو 2، بل في الأعوام المقبلة، فكل المشاريع ستظهر نتائجها على المدى الطويل. وتحدث المشنوق عن مسألة التجديد لرئيس مجلس النواب نبيه بري دورة جديدة. في كلام مطروح بالسوق كل يوم على أنه والله المستقبل عنده اتجاه من قريب أو من بعيد أنه ما يجدد للرئيس بري برئيس مسنوع. هي عكس ذلك تماما. بعتقد الرئيس حريد امبارح قال وأنا حكررها اليوم، نحن أنا بالتأكيد بالنسبة لي محسوم الأمر من زمان، أنه من قبل بكل الخلافات اللي صارت بين رئيس بري وبين قوى سياسية أخرى، أنا وقفت حد الرئيس بري علنا صراحة وعباب بيته، لأنه هذا الرجل بتختلف معه وتتفق معه، بس هذا الرجل أكد دائما على وطنيته اللبنانية وعلى عروبته، ما كانت ولا مرة خاضعة للنقاش. وأكد المشنوق أن الهدوء والاستقرار الأمني والسياسي ستستكمل المحافظة عليهما بعد الانتخابات من خلال طرح الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار وليس بالتصادم. وأشاد بمجلس الأمن الدولي الذي أصدر بيانا أيد فيه طرح الاستراتيجية الدفاعية في لبنان وقبله مؤتمر روما. في الحراك الانتخابي جال الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري في البقاع الأوسط، وكانت محطته الأولى من دارة مفتي زحل والبقاع الشيخ خليل الميس. وأكد الحريري أن تيار المستقبل يحاول قدر المستطاع أن يحصل المكاسب، معتبرا أن الاقتراع حق للجميع تجب المشاركة فيه ولو بورقة بيضاء. بداية حبينا نحن تكون المحطة الأولى اليوم عن سماحة المفتي والمحطة الثانية عندها قوم بالبلدية، لأنه منعتبر أنه هذه البلدة هي البلدة اللي بتستقبلنا أولا، وهي البلدة اللي بتودعنا آخر شيء قبل ما نترك من هون. أنت أهل البيت أنت. صحيح هالمعارك إلى أساليبها، ولكن اللي بنعرفه أنه أغلبية ناسنا ما بتنشرى ولا بتنباع. أغلبية ناسنا تعرف مين تيار اللي واقف معه ومين اللي بسموه شهر العسل، بس يعني قبل انتخابات الشهر بكون. زارت لائحة كلنا وطني خيمة أهالي الموقوفين الإسلاميين التي نصبت أمام سرايا طرابلس للمطالبة بالعفو العام عن أبنائهم، مؤكدين تضامنهم مع قضيتهم. وطالب أهالي الموقوفين القضاء بالنظر في حالة أبنائهم الإنسانية، مذكرين رئيس الحكومة بالوعد الذي أعطاهم إياه، مهددين بمزيد من التصعيد. نحن كمان بنتمنى من الرئيس سعد الحريري يوفي بوعده، لأنه وعدنا خلال 10 أيام وبكرة بيخلصوا ال10 أيام. نحن صبرنا نفد، نحن بدنا العفو العام الشامل، لأنه ما معقولة يطلع ابني وابن أختي موجود بالحبس، ما معقولة يطلع ابني وابن جارتي بالحبس، كلهم بدهم يطلعوا مثل ما انظلموا، كلهم لازم يطلعوا. وهيدا نحن حنقاطع الانتخابات بقاطعة باتة، أو ننتخب ضدهم أو بدنا ننتخب ضدهم. وهلأ من يوم ورايح في تصعيد من هلأ للأربعة، إذا ما بيصير بد شيء بأمر أولادنا حنصعد أكتر. بعد الفاصل إطلاق نار في مقر يوتيوب. أهلا بكم من جديد. في كاليفورنيا أفادت قناة NBC الأمريكية أن الشرطة قتلت الإمرأة المتورطة بإطلاق النار الذي حصل أمس داخل مقر شركة يوتيوب الرئيسي في المدينة، والذي أسفر عن سقوط جرحى. كما وأعلنت مصادر أمنية أن إطلاق النار كان نتيجة لخلاف داخلي ولا علاقة له بالإرهاب بحسب شركة ABC التلفزيونية. وكانت الشرطة استجابت لبلاغ حول وجود مسلح داخل مقر اليوتيوب، وعلى الفور تدخلت ودخلت المقر. ولي العهد محمد بن سلمان يرى أن من حق الفلسطينيين والإسرائيليين أن تكون لهم أراضيهم الخاصة.
التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في مقر إقامته في لوس أنجلوس الرئيس التنفيذي لشركة ماجيك ليب روني أبوفيتس الذي قدم إليه عرضاً عن مجال تخصص الشركة ومنتجاتها، وجرى كذلك استعراض فرص الشراكة والاستثمار في البنية التحتية في عدد من المشاريع في المملكة. يذكر أن ماجيك ليب شركة أمريكية تعمل لتصنيع أجهزة بصرية ترتدى على الرأس وتعمل لتركيب صور ثلاثية الأبعاد منتجة بواسطة الحاسوب على الأجسام في العالم الحقيقي، وذلك من خلال تسليط حقل ضوئي رقمي على عين المستخدم. من جهة أخرى، أكد بن سلمان في حوار أجرته مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية أن للإسرائيليين الحق في أن يكون لهم وطن، ويعد ذلك تحولا ملحوظا في الموقف السعودي من الكيان الإسرائيلي الذي ليس له حتى الآن علاقات دبلوماسية رسمية بالسعودية. وقال: أؤمن بأن لكل شعب في أي مكان الحق في العيش بسلام في بلاده. وأضاف: أؤمن أيضا بأن من حق الفلسطينيين والإسرائيليين أن تكون لهم أراضيهم الخاصة بهم. وجاءت التصريحات غير المسبوقة لمسؤول سعودي في أثناء جولة أمريكية يجريها بن سلمان تستمر 3 أسابيع، لكنه شدد على أهمية الوصول إلى اتفاقية سلام لضمان استقرار الجميع والبدء ببناء علاقات طبيعية. إلى ذلك، استشهد شاب فلسطيني عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة شمالي الضفة المحتلة. وذكرت مصادر إسرائيلية أن الشاب سار بسيارته مسرعا واصطدم بحطب محطة انتظار الحافلات قرب المستوطنة من دون وقوع إصابات. بحسب إعلام الاحتلال، فأن الشاب كان يحاول الفرار من الشرطة التي كانت تلاحقه، فقد السيارة مسرعا تجاه المحطة فأطلقت قوات الاحتلال النار عليه، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة، توفي على أثرها. وإلى فن الخبر والزميلة دارين شاهين. مرحبا، لليوم بفن الخبر مثل ما ذكرت لكم بالعنوان: شيرين تغني فيروز، حسين الجسمي وأغنية جديدة، وماذا عن نانسي عجرم وفيديو كليب الجديد؟ منتابع سوا. طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي برومو أغنيته الجديدة يا مدع بالريح عبر حسابه الشخصي على إنستغرام. وكان الجسمي قد طرح منذ أيام أغنيته الجديدة بعنوان مساء الخير أهديها إلى الشعب المصري. منذ طرح فيديو كليب الجديد لأغنية ومعاك من 4 أيام تحديداً، والفنانة نانسي عجرم عم تتلقى إشادات واسعة حول العمل عبر صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا واحتلت ومعاك المرتبة الأولى على صفحات ترانس فور يو العالمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما تخطى كليب ومعاك 1,000,000 مشاهدة عبر يوتيوب، مسجلة بذلك نجاح رقم جديد لها. الجدير ذكره أن أغنية ومعاك هي من كلمات محمد رفاعي، ألحان محمد يحيى وتوزيع هادي شرارة، وقد تضمن ألبوم نانسي الجديد حس بيك. أما العمل المصور فهو من إخراج ليلى كنعان. أخيراً، الفنان المصري المهضوم كتير شيرين تغني فيروز بهالمقطع على إنستغرام حسابها الشخصي. خلينا نشوف سوا. هذا كان كل شيء بالنسبة لنشرة فن الخبر. والآن إلى ترندز وسارات صالحة. مرحبا. حالة من الترقب الحذر عم يعيشها المسلمين ببريطانيا من بعد انتشار دعوات بتحض على تنفيذ هجوم ضدهم
تحت يوم أطلق عليه اسم عاقب مسلما، وكانت انتشرت دعوات تحذيرية للمسلمين عبر واتساب نصحتهم بعدم مغادرة منازلهم وإغلاق أبوابهم بإحكام بهالنهار، كما حذرت الشرطة النساء المحجبات بإخفاء حجابهم وعدم نقل أطفالهم من المنزل، وهالشي بسبب دعوة المتطرفين للعقاب يلي عملوا له نظام متكامل بيعطي نقاط للمشاركين فيه حسب نوع الإساءة يلي رح يعملوها. يعني مثلا إذا قمت بإهانة مسلم لفظيا رح تحصد 10 نقط، 50 نقطة إذا رميت مية نار على وجه مسلم، 1000 نقطة لحرق أو تفجير مسجد، أما إذا فجرت مكة نوويا فرح تحصد 2500 نقطة. ننتقل لمقطع على يوتيوب انتشر بشكل كبير وبيصور لحظة مؤسفة جدا بتاريخ البرامج التلفزيونية وسبب غضب واسع وانتقاد كبير، والسبب هو مقدم برنامج على قناة البداية السعودية يلي قام بتبليغ أحد المشتركين ضمن برنامجه بوفاة والده مباشرة على الهواء لينهار المتسابق من هول هالخبر المفجع. هالخطأ الكبير أدى لاتخاذ وزارة الثقافة والإعلام قرار بإيقاف بث القناة، وهالشي برغم إقالة صاحب المحطة لطاقم هالبرنامج بالكامل بالإضافة لحل مجلس الإدارة، ولكن مالك هالقناة صرح أنه يلي صار برغم بشاعته بيحمل إيجابية تجاه الشخص يلي توفى واللي عرفوا فيه ملايين المشاهدين ودعوا له بالرحمة بدل ما كان مات وما حدا عرف عنه الخبر. لكن احنا نثق تمام الثقة في إيماننا كلنا وفي قوة عزيمتنا وفي عرفنا ودرايتنا أن هذا ديدن الحياة. نعزي أخونا إبراهيم في وفاة والده، عسى الله يرحمه. صدق والله؟ الله يرحمه والله. تعال. لا لا تتكلم جد؟ نعم نعم الله يرحمه. أما آخر أخبارنا فرح يسعد كتار من الشباب يلي ناطرين وظيفة الأحلام، لأنه رح نبشركم أنه هالوظيفة صارت بمتناول اليد مع شبكة نتفليكس يلي أعلنت عن حاجتها لمحلل تحريري للأفلام والمسلسلات يلي عم تعرضهم على الشبكة. ومهمة هالمحرر هي فقط مشاهدة المسلسلات والأفلام ساعة ورا ساعة وتقييم يلي شافته والتعليق عليه. طبعا هالإعلان سبب موجة سعادة عارمة لكل الشباب والصبايا يلي انبسطوا كتير كون مشاهدة الأفلام طلعت عن جد بتجيب مصاري، إلا أنه هالسعادة ما دامت كتير لأنه نتفليكس أزالت الإعلان للأسف عن موقعها من دون ذكر أي توضيحات. ولكن ما تفقدوا الأمل لأنه ما بتعرفوا أي متى ترجع الشبكة بتستعين بمشاهدين محترفين. ومع هالوظيفة الرائعة أنا بدي أودعكم. لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنستغرام سناب شات، وعلى أكيد ما تنسوا تتاج عند هاشتاك ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة. باي. ونبقى الآن مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت، ونبدأ مع النهار التي عنونت 4 نيسان ألغام الآلام. أيضا في النهار يوم سعودي بامتياز في لبنان، بري نقبل بإصلاحات سيدر، ترامب يقترح أن تدفع السعودية تكاليف القوات الأمريكية في سوريا. ننتقل إلى صحيفة الأخبار، ترامب يجدد التعهد بالانسحاب من سوريا، قد نبقى إذا دفعت السعودية، الحكومة تهرب مشاريع سيدر. أيضا في الأخبار شارع أبو رخوصة. ننتقل إلى الأنوار، تكريم الملك سلمان في بيروت يؤكد الأخوة اللبنانية السعودية. البرلمان اللبناني يستضيف جلسة حوارية لممثلي الطوائف، شهدان فلسطينيان بمواجهات مع الإسرائيليين. ننتقل إلى الديار، هل فتح محمد بن سلمان الطريق للحريري للذهاب إلى دمشق بعد إعلانه أن الأسد باق؟ الحكومة المقبلة مضطرة بعد الانتخابات للتعاطي مع سوريا على أساس شرعية الأسد. تطورات سوريا تسبق انتخابات لبنان والحكومة المقبلة ستنعكس عليها الأوضاع. مقابلة خطيرة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت في واشنطن. ننتقل إلى المستقبل، عون إلى قمة الظهران في 15 نيسان، والحريري يؤكد أن تاريخ لبنان والسعودية لن ينكسر، بيروت عربية. في عناوين صحيفة البناء، بوتين لأردوغان وحدة وسيادة سورية أولا، ويشيد بدور إيران في محاربة الإرهاب. ترامب سنخرج من سوريا، وبن سلمان يعيد صياغة وعد بلفور بتعابير نتنياهو. شارع لسلمان في بيروت، ونيويوركر، الحريري تعرض للضرب في الرياض.
في عناوين اللواء: تدشين جدة الملك سلمان، التزام اللبناني السعودي بالعلاقات التاريخية، دعوة عون إلى القمة العربية في الظهران، وخلوتان تبددان التوتر الانتخابي. في الجمهورية: تصاعد المخالفات الانتخابية، جدة الملك سلمان. ننتقل إلى الحياة: ترامب أكد له في اتصال هاتفي أهمية التصدي للخطر الإيراني. خادم الحرمين يشدد على ضرورة تحريك عملية السلام بجهود دولية. الرياض تؤكد دعمها حلا سياسيا في اليمن، ومؤتمر جنيف يعد ببليوني دولار للإغاثة. إحباط هجوم حوثي على ناقلة نفط سعودية. في الشرق الأوسط أخيرا: الملك سلمان يشدد لترامب على دولة فلسطينية عاصمتها القدس. أنبأ عن اتفاق لتمكين كامل للسلطة في القطاع، مطالبة عربية بتحقيق دولي في غزة. تهديد حوثي إيراني للملاحة الدولية، مختبر بريطاني يعجز عن ربط موسكو بغاز تسميم الجاسوس. كان في النشرة إنزال النورماندي في جدة الملك سلمان. عندما اشترك الملك سلمان في الكتيبة السعودية فهذا بيأكد هذا التلاحم التاريخي. اتفاق ضريبة على القيمة المضافة للفساد. بناء مؤتمر سيدر أو باريس 4 ينضح بما فيه. وأنه قد تستعمل هذه الأموال لحملات انتخابية، وبذلك تصير الحملات غير مشروعة أو يصير في زعبرة مثل ما بيقولوا. الشيخ سعد يعد ب100,000 الوظائف إنما للنازحين. ما ننسى أنه مش كل هال900,000 رح يكونوا لبنانيين. بعد التهديدات العدو ينتظر كلمة السيد المقاومة بفارغ الرعب. العدو في حال اندلعت الحرب يعرف أن الحرب المقبلة قد تشكل تهديدا وجوديا لهذا الكيان. ختام نشرتنا، لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد .tv، على الفيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. إلى اللقاء عند 10:30.